أستاذ أسامة خالد، مدير تحرير جريدة الوطن، موجود في المطار؟ لا سبورت، ما مش في فرصة يا فندم. أستاذ أسامة، ألو، أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. لا أنا أهلا، مش في المطار. مش في المطار. طيب، متابعة للأحداث، كمان أنا عارفة أن في سبق صحفي بيتم دلوقتي بالنسبة للعائدين بسلامة الله. طبيعة الحوارات الصحفية والمعلومات اللي بيتم، طبعا احنا برضو مع حضراتكم بنستقي كده بعض المعلومات والأخبار وبنحاول نكون صورة عن طبيعة ما حدث. تقييمك ايه، او ايه اللي انت متابعه دلوقتي على المستوى الصحفي؟ الحقيقه احنا النهارده مرينا يعني بسبع ساعات عصيبين جدا، كانت الشائعات ايه في اداره الموقف طوال السبع ساعات دولت، ابتداء من طبيعه الخطف لوجود حجاب ناشف لاسم الخاطف، ليه هو لا مش هو، لا مصري لا امريكي. العمليه انتهت الحقيقه بشكل درامي جدا. الخاطف اتضح ان هو تاجر فاشل، هو مضطرب نفسيا وهارب من السجن في 25 يناير في احكام نصب وحاجات من هذا القبيل. المعلومات الان دلوقتي، الاتصالات كلها الاخيره بتتم حول حاجتين اساسيتين دلوقتي. اتفضل. الحاجه الاولانيه ليها علاقه بعوده تسليم الخاطف طبقا للقانون الى مصر. السلطات القبرصية لحتى الآن قالت أنه سيتم احتجاز الخاطف رهن التحقيقات. السفير المصري في قبرص أكد لينا في اتصال خاص أنه سيتم تسليم الخاطف إلى مصر بناء على اتفاق تم مع السلطات القبرصية، ولكن ده هيحتاج بعض الوقت، لازم يكون عندنا بعض المرونة ونستحمل أن هم كمان عايزين يعملوا تحقيقات خاصة خلاص تحقيقاتهم، لأن عملية الخاطف تمت على أرضهم. فهم طالبين ان يكون هناك تحقيقات مكثفه من قبلهم خاصه بالخاص. تمام. كانت هناك الصبح كمان جزء اخر خاص بالجانب الروسي، ان اتحاد السياح الروسي اعلن عن ايقاف عوده او عدم التفكير مره اخرى في عوده السياح الروس الى مصر خلال الوقت الحالي بعد الحادثه، وده كان على خلفيه الاعتقاد بان هناك خلل امني في مطار برج العرب وان هناك حجاب ناسف على الطائره. الان المتحدث باسم الرئيس بوتين قال ان في ضوء المستجدات الجديده احنا بننتظر التحقيقات في الحادث لمعرفه تفاصيله بشكل كامل قبل الحكم بعوده السياح او لا. تمام. انا بعتقد ان ده تصريح ايجابي ومؤشر جيد جدا بعد الحقيقه الصدمه اللي احنا قابلناها الصبح بالتحقيقات او بالتصريحات المتشدده من الجانب الروسي. ايوه. الحقيقه الجزء الاهم كمان هي استعاده الثقه في المطارات المصريه. كانت هناك تلويحات على مدار اليوم بالكامل بعدة شركات طيران أعلنت عزمها أنها تخلي أو توقف رحلاتها إلى المطارات المصرية في حال ثبوت وجود متفجرات أو حجاب ناسف على الطائرة. أغلب أو كل هذه الشركات تراجعت. كان هناك اتصال اعتقد كان جيد جدا، بين اتصال ثلاثي بين وزير الخارجية المصري والقبرصي والبريطاني للتهنئة بانتهاء الحادثة دي بطريقة آمنة. في النهاية الحقيقة أنا شايف أن سبع ساعات أو يوم عصيب جدا انتهى نهاية سعيدة بعودة المختطفين. منشط بكرة إيه يا أستاذ يحيى؟ منشط بكرة عودة سالمة، يعني عودة سالمة. عودة سالمة الحمد لله، ونهاية اختطاف القطن، حجام القطن أنا انتهى. كمان خليني اقول لك على شويه كواليس. مثلا ان كانت هناك مضيفه كان يجب انها تكون على الطائره لكنها اعتذرت في اخر لحظه، ما كانتش موجوده. الطاقم الحقيقه كان طاقم الطياره كان فوق مستوى المسؤوليه، كانوا هايلين جدا، تعاملوا موقف بثبات وبحزم شديد جدا وطبقا للمعايير الدوليه، وده اكدته اكثر من جهه مصريه وغير مصريه، ان طاقم الطيارين تعاملوا او طاقم الطائره تعامل بطريقه احترافيه جدا مع المنفذ او مع الخاطف وتعاملوا بطريقه مثلى. كان في عندهم فرصه في اثناء الخطف ان هم يغادروا الطياره، ان قائد الطائره والمساعد واثنين من المضيفين رفضوا تمام مغادره الطياره الا مع مغادره اخر راكب موجود على متن الطياره. الخاطف كان قال ان هو هيسيب الاجانب بس على الطياره ويكتفي. صحيح. صحيح. استاذ اسامه بشكرك على المعلومات، ويعني احنا اجملت الصوره وتفاصيل النهارده. شكرا جزيلا لحضرتك ست اللواء.